السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ اليوم عندنا خبر كثير مهم وكثير حلو. الحقيبة اللي قدامكم مجانية لكل واحد شاف المقطع الآن، وسهلة جدا، ما فيها أي غلبة. أسرع أتكلم أكثر عن هاي المعلومات، فقبل البداية لايك اشتراك تفعيل زر الجرس وكود الشب وايزد واي دي دي. قلنا في المقاطع السابقة أن راح يكون في حدث اسمه ديزني 23، ديزني 23، حدث راح يعرض فيه مخططات ديزني من أفلام قادمة وألعاب وأشياء معينة. حكينا ممكن بهذا الحدث أنهم يعرضوا زي إعلان تشويقي للموسم القادم من فورتنايت، يعني فورتنايت راح تكون مشاركة بالحدث. نزل اليوم هاي التغريدات الرسمية من فورتنايت أنه بث مباشر حصري من ديزني في فورتنايت، يعني البث تاع ديزني غالبا راح ينعرض بماب من مبات فورتنايت بالكريتيف، تقدر تتابعه على الشاشه في الكريتيف. بقول لك اذا تابعت البث هذا 10 دقائق بيعطوك الحقيبه بشكل مجاني. شو الاشياء راح تصير في البث؟ اشياء عن ديزني ممكن تهمنا ما تهمنا، بس اللي راح يهمنا انهم راح يعرضوا زي تشويقه لموسم مارفل القادم بفورتنايت. طبعا التاريخ راح يكون 11/8 اللي هو يوم الاحد القادم، فجر الاحد، انه كاتبين بالصوره 5:30 صباحا بتوقيت السعوديه، وبالتغريده كاتبين 6:30 صباحا بتوقيت السعوديه. ما بعرف 6:30 او 5:30، خليكم مستعدين. ممكن الماب ما تفعل لسه، بس غالبا الكود راح احط لكم اياه بالتعليق المثبت. سيتاح الوصول الى عرض ديزني هورايزون المباشر من ديزني 23 بدءا من 11 اغسطس اللي هو 11/8 الساعة 5:30 صباحا بتوقيت الرياض، وسيبدأ البث المباشر بعدها بقليل الساعة 6:30. اوكي، يعني الماب قصدهم راح يتفاعل على 5:30 والبث المباشر راح يبدأ على 6:30، فكل موجود من 5:30 انت ستتمكن من الانضمام الى الجزيرة من شريط الصفحة الرئيسية في اكتشف. راح تلاقي الجزيرة موجودة عند اكتشف، يعني هم مروجينها وطالعة فوق وجاهزة، او بتحط هذا الكود بحطه بالتعليق المثبت. مع 5 أيام راح يظل موجود البث بالماب، تقدر تحضر بأي يوم من هاي الأيام من 11 إلى 15. بقول لك سيحصل جميع اللاعبين الذين يزورون الجزيرة لمدة 10 دقائق على زينة ظهر دمية ولفرين، بالإضافة إلى نقاط خبرة في وقت لاحق. طيب عرفنا كيف نجيب الحقيبة بشكل مجاني، لازم نتابع البث اللي راح يكون في الماب صباح الأحد أو فجر الأحد على الساعة 5:30 أو 6:30. الماب بيكون موجود اسمه ديزني اتوقع، وراح يكون له كود، والكود بحطه لك اياه بالتعليق المثبت، فبتتابع 10 دقائق بعطوك الحقيبه. الحقيبه لو تركز عليها بتلاحظ انه عباره عن سكن موزه بس بستايل ولفرين. موسم مارفل اللي صار قبل سنين بالشابتر الثاني السيزون الرابع طلع لمحه من الاعلان تاع الموسم انه سكن الموزه طلع من ايده مخالب ولفرين، ففعليا هذا الشيء راح يتحقق في الموسم القادم، راح نشوف سكن الموزه بشكل ولفرين، موزه ولفرين. صار عندنا هيك سكنين اكيدات من باتل باس الموسم القادم، دكتور دوم وموزه ولفرين. فبس بالنهاية إذا استفدت من هذا المقطع انشره كل مكان، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، أهم شيء كود الشب وايزد ودي دي. مع السلامة.